دكتور أليكس، أكو جزئية ذكرها أستاذ عصام مهمة، قال لك أنه ليش نصير سوريا وليش نصير فلان فلان، وأكثر من سيناريو عدد لك. بالإضافة قال لك إذا تريد تنأى بنفسك وتخلي قرار عراقي، الكتلة الصدرية جاءت بمشروع، تعالوا لهذا المشروع حتى نذهب بمشروع عراقي وما نوقف لا أمام التطبيع ولا أمام إيران ولا أمريكا ولا أي تدخلات، فيما لو صارت توافقات سياسية. حقيقة العراق ما يصير سوريا بعد، لأن صار الصراع شيعي شيعي سني سني، يعني يختلف عن الصراع الموجود داخل سوريا. هاي المرحلة عبرناها. مشروع التيار الصدري يعني أنا ما يعني شفته من خلال اللي أعلنوه بالتلفزيون، الكتلة يعني هو عبارة عن الورقة البيضاء للكاظمي، أيضا استثمارات وغيره في الوسط والجنوب لدول الجوار. أنا أتوقع أنه مثل ما تفضل به الأخ المتحدث، أنه اللي راح يجي لهاي الحكومة اللي حياخذ السلطة هو راح يكون انتحاري، لأن خلال سنة راح يسقطون هاي الحكومة. يعني البلد 80% منا رافض الانتخابات، رافض النظام السياسي، رافض الكتل السياسية، وراح تجي كتلة تاخذ الحكومة، شت لحق تسوي خلال سنة او غيره؟ راح الشعب ينهض، هناك راح يطلع جهات راح تحرك هذا الشعب. زي منو الاقرب دكتور؟ منو الاقرب الان لمعسكر السلطة برأيك؟ يعني اني اتوقع انه التيار الصدري يعني يجيبون الأغلبية، لكن المرشح راح يكون بشروط، يعني ما راح يقدرون يجيبون مرة اخرى واحد مثل الكاظمي. اعتقد صعب. شو منو يعني جاب الكاظمي؟ لحظه مررتها اول مره عفتها، هسه المره الثانيه الكاظمي، القوه السياسيه بصوره كل القوه السياسيه جاءت بالكاظمي، الان تحمل بس التيار دكتور. التيار هو الاب الروحي للكاظمي، وهذا يعني ما بيها شيء، يعني ما بيها شيء، هذا شيء عادي. لكن مال يتركون بالأخص إيران تترك يجيبون شخصية مثل الكاظمي في وقت إيران تمر بظروف وتعرف أنه خلال السنتين القادمة عندها مشكلة، لأن حتكون في مراحل متطورة من برنامجها النووي ومدى يريدون يوصلون إلى حل هي وأمريكا، فهنا المشكلة الإيرانيين. بس اعطيني هاي حتى أرجع. ممكن إذا كان حظوظ للتيار الصدري ممكن يكون خيارهم مصطفى الكاظمي لولاية ثانية؟ يعني أنا ما أريد أدخل بالشغلة المصطفى الكاظمي، مصطفى الكاظمي جابته دولة معينة مزكيته وتبنى التيار، هذا هو السر. من هي الدولة؟ من هي الدولة؟ من هي الدولة؟ هسه دولة جابته، وهاي الدولة يعني ظهر ضحكة على التيار بطريقة بغيره، يعني مع احترامي. جميل. خلي داخلنا السيد مقتدى عنده قرارات شجاعة وعنده يعني صحيح. شغلات كثيرة جيدة، لكن أحيانا التيار الصدري ما عنده خلي أسمي نضوج سياسي استراتيجي، وهذا بسبب خلي جاوبنا عليه سيد عصام بس خلي